كامل كنعرفوا بان المالينوا فيها جوج شاربوني وصفرة، ولكن شكون فيهم الاصل؟ خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم مهديا اكس. تفاعل بلا ما نهضروا عليه، كنشكركم لي ميساج ديالكم. سي فري كو كاين بعض لي فيديو كيكون لي فيو فيهم طالعين بعض لا، ولكن انا بوغ مو ما عنديش مشكل. اللي تبغى يتفرج مرحبا، اللي بغى يتابونا مرحبا، اللي ما بغاش حتى هو مرحبا. كاملين العائله كامله كتعرف بان الهدف ديالنا هو نحاولوا نوصلوا هاد الولاعه لو ماكسيموم بوسيبل. فشكرا بزاف من القلب. اما الدراري اللي اول مره كيلتحقوا بينا، فمينساوش يتابوناو في لاشين، يفعلوا الجرس باش نستافدوا كاملين، تستافدوا نتوما ونستافدوا حنا وتكبر العائله وندفعوا بالولاعه ديالنا لقدام. اما الموضوع اليوم كيف ما شفتوا من لانترودكسيون ومن لو تيتغ، كاملين كنعرفوا بان المالينوا فيها جوج الوان، الصفراء والشاربوني، ولكن شكون فيهم الاصليه وشكون اللي فيهم ماشي اصليه وشكون اللي فيهم مخلطه وشكون اللي فيهم ماشي مخلطه. دونك كيف ما كتعرفوا ولا بلوتو بزاف الدراري كيقولوا لي مهدي انتي عندك الروت، هضرنا على الروت، هضرنا على هادي على هادي. سي فري كو ان الروت parmi les chiens préférés ديالي داكوغ، ولكن انا كنحاول نعالج المواضيع اللي كنشوف فيهم مشاكل سوغ انترنيت. وبطبيعه الحال الكلب اللي عندنا مضرور بزاف في المغرب واللي ديما كندافع عليه، هو خاصه صراحه انا ماشي فان ديالو بزاف، هو البرجي بيرج مالينوا، او اللي كنعيطوا له حنا المالينوا اون جينيرال. هذا الكلب هذا معدين عليه لواحد الدرجه كبيره في المغرب، وحرفنا السلاله ديالو وعوجناها وخربقنا يمها تخربيق. اما الروت الحمد لله فسي فري حتى هو واكل العصا، ولكن باقيين شادينو شي ناس اللي كنبلغ لهم واحد التحيه كبيره، وباقيين كاينين ناس كيعرفوا له في المغرب. دونك اما المالينوا فتخلط بزاف وهرسنا ديك لاراس وخرجنا عليها مالوغوزمون، ولكن هذه هي الحقيقه. دونك كيف ما كتعرفوا انا كانت عندي مالينوا صفراء في 2007 2008 الى ما كذبت. صراحه الله كنت جبرتها، ما شريتها ما عطاها لي حتى شي واحد، حيت هنا بالضبط في مارتين كان قديم واحد الكامبين كان كاين هنا كيعمر بالصيف بالقوار بزاف، وهذوك القوار بزاف منهم كيجيبوا معاهم الجره، ومين كيكونوا ماشيين في حالهم اما كيعطيوهم العساسه اما ديك الجره كيتلفوا مع الجره ديال الغابه ايتترا. دونك كانوا بزاف واحد البلاصه هنايا الواد الملاح كان موجودين الكلاب سورتو لي اسبانيول. دونك انا هذاك المالينوا كنت جبرتو وضرب عندي واحد المده، ومن بعد عطيتو لواحد السيد اللي كان عشر به، ومهم واحد القصه كبيره نتا نجبرو شي وقيته ونعاودوها. دونك ما علينا، نرجعوا للموضوع ديالنا. كيف قلتكم كاين مالينوا شاربوني ومالينوا صفراء، ولكن خصنا نعرفوا شكون الاصل فيهم، حيت فريمون اللي كنشوف لي ريزو سوسيو كاين بعض الناس كيقول لك مالينوا شاربوني افوندغ، يعني بحال اللي هذيك مالينوا شاربوني سي اون فالور او لا واحد القيمه داكوغ. كاين واحد الجهه اخرى اللي كيدافع عليها بواحد الطريقه، كيقول لك الخوت عندي مالينوا صفراء للبيع، زعما بحال اللي هو اللي اصلي والباقي تقليد، يعني هذاك الشاربوني تقليد. دونك هادشي اللي لاحظت، بعض الناس كياخذوا ان المالينوا شاربوني هي القيمه ولا فالور، وبعض الناس كياخذوا بان المالينوا صفراء هو الاصل، بان المالينوا شاربوني غير تخربيق وهي جديده او لا هذا. ولكن اللي ما كيعرفش بزاف الناس سي كو ان مالينوا صفراء او لا مالينوا شاربوني سي جوست تلوينه اون كولور داكور. كاين كولور ديال برجي بلج مالينوا صفر، وكاين كولور برجي بلج مالينوا شاربوني، فاللون ما عنده حتى علاقه في لاراس، واش فهمتوني؟ وفحال اللي قلت لكم راه ماشي المالينوا هي لاراس الوحيده اللي فيها الشاربوني، راه كاين بزاف د لي راس فيهم كولور عاديه وكولور شاربوني. دونك من هنا غنلاحظوا بان الشاربوني راه غير لون داكوغ. دونك الدراري عندهم شاربوني ما ياخذوش بان الشاربوني فالور، زعما مالينوا شاربوني افونتغ زعما الهبال، لا، ولا مالينوا صفراء زعما انتينا هو الاصل، لا، مالينوا شاربوني من ديما كاينه ومالينوا صفراء من ديما كاينه. غير اللي كاين شي كان في المغرب تشهرت بزاف المالينوا شاربوني، حيت من بانت المالينوا شاربوني تشهرت في المغرب بديك الكولور. ما هما في اوروبا او سورتو في لا بلجيك يعني الاصل ديالها عندهم بحال الشاربوني بحال المالين بحال الصفراء، يعني ما كاينش الفرق صفراء ولا شاربوني، يعني بحال لون الفحم سي لا ميم شوز. الناس اللي غتاخذ المالينوا واللي عندها المالينوا واللي كيفكر يشري مالينوا
المالينو الأهم فيها هو الأصل ديالها أو الميمجة، لأن كيف ما تعرفوا بأن المالينو سي شيان دو ترافاي أو الكلب من فصيلة العمل. المهم فيه هو الأصول ديالو، شكون هما والديه، شكون هما الأجداد ديالو، يعني اتسيتيرا لا ليني أو لا البيديغري ديالو ميماجي. أما صفرة أو لا شابوني راه بحال بحال. وبالإضافة للأصل أو للبيديغري ديالو، كاين واحد النقطة مهمة اللي في المالينوا اللي هو لو كاركتر، حيث كيف قلتكم هو سي ان شيان دو ترافاي، il doit avoir واحد الكاركتر ادابتي لداك الخدمة. واش فهمتوني؟ دونك الكاركتر ديالو خصو يكون كاركتر ديال العمل. وكيف ما قلنا المهم هو الأصل ديالو، حيت اللي كيحكم على المالينوا وكيزيد له قيمة وشرف هو العمل ديالو ماشي اللون ديالو. أما اللون راه سي لا ميم شوز، يقدر يكون تينا عندك مالينوا شغبوني مزيون وأنا عندي مالينوا صفر عادي مكشوف كله، ولكن ديالي الأصل والكاركتر على ديالك. ومن غندخلو شي كونكور أو لا غنبغيو ندريسيوه أو لا فلورينغ راه غنعطيك دقة. دونك من هنا ما عنده حتى شي علاقة باللون، المهم هو الأصل مين ماجي والكاركتر ديالو والبيديغري ديالو وشكون هما الأجداد ديالو ووالديه. فإي كان ماجي من سلالة ديال الأبطال أو لا لي شامبيون ما كيهمشيش من اللون. واش تفهمتوني؟ دونك شاربوني أو لا صفرة سي لا ميم شوز، هي جوست كيستيون ديال الأدوار، كاين اللي كتعجبو الشاربوني وكاين اللي كتعجبو الصفرة. دونك كنتمنى من هذا الفيديو نكون شرحت هاد القضيه وفهمتها باش ما تبقاوش او لا ميبقاش في السوق كينطنيز داكوغ. دونك مالينوا صفراء او لا شاربوني شي لا ميم شوز، شري البيديغري وشري الاصل وشري الكاركتر، هذا هو المهم. كنتمنى نكونوا كاملين استفدنا من الفيديو. خليت لكم الراحه الدراري، والسلام عليكم.